سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي يكون الفيديو عبارة عن تونر لبان الذكر. كما كتشوفوا كتجي الحبيبات ديالو على هذا الشكل. اهم حاجة في لبان الذكر خاصو يكون اصلي، على ما اظن اصله من دول الخليج. غادي نحتاجو نصف كاس ماورد، وطبعا علبة فين غادي نخلطوهم. طبعا لبان الذكر او الشحري عند بعض الدول عنده نتائج سريعة في التفتيح وصفاء البشرة، وكذلك شدها. هو يعتبر ككولاجين طبيعي، وعنده قدرة انه يعالج ديك السمورية اللي كتكون سببها الشمس، وكيوحد لون البشرة، وكذلك يخلصها من الندب والتصبغات. انا هنايا غادي نحط ماء الورد في العلبه، وغادي نضيف عليه تقريبا حتى ملعقه او اقل، المهم ملعقه من لبان الذكر. طبعا الطريقه هي انك كتخلطوها مع ماء ورد، او للناس اللي عندهم الحساسية من ماء الورد ممكن يستعملوا الماء المعدني ويخليوها 24 ساعة حتى الغد ليه، كتولي بحال الحليب. كنصفوها ومن بعد كنديروها يا اما في بخاخ يا اما في قطنة، يا اما كتستعملوها بالقطن، من الافضل تكون في بخاخ. يعني طبعا كتستعملوه كروتين ليلي قبل ما تنعسوا، او من الافضل باش يعطيكم نتائج اكثر انكم تستعملوه 3 مرات في النهار، وفي اسبوع كيبان لكم الفرق. هنا انا غادي نخليه باش نعاود نرجع نوريكم كيفاش كيكون. فوالا، من بعد 24 ساعه كيولي بحال الحليب، كيكون لونه ابيض، كيجي على هذه الطريقه، لانه هكذا خصو يكون. فاش كيكون اصلي كيكون بحال الحليب من بعد ما كتفوت عليه واحد الوقت. فوالا، طبعا غادي تستعملوه قبل ما تنعسو، او لا كتستعملوه 3 مرات في الليل وما تكونوش كتخرجوا. هنا بامكانكم تستعملوه بقطنه او ديروه في بخاخ من بعد ما تكونوا صفيتوه. كنتمنى تعجبكم الوصفه، الى اللقاء.